متشكرين متشكرين. يا استاذ محمود، عن نفسي وعن جميع ابهات بنات نجع ابو حماد والسوالمة ودير الطين، نختم ونبصم بالعشرة ونشهد لك بالامانة والاستجامة والدب والادب. البلد كلتها زعلانة لفراقك، لكن فرحانة لترقيتك. ربنا يعلي مراتبك ونشوفك وزير زين تزين كرسي الوزارة. يا جماعة متشكر قوي، وبإذن الله أكون في القاهرة ابن نجع أبو حماد البار، وأكون عند حسن ظنكم بي. متشكرين قوي. يلا يا محمود، معاد القطر قرب. يلا بينا. أشوف وشك بخير يابا. ربنا يوفقك يا ابني وينور طريقك ويجعل لك في كل خطوة سلامة. أشوف وشك بخير ياما. يا رب يا ابني يجعل في وشك جهر وفي لسانك سكرة ويحبب في خلقه يا ابني يا رب. سلام عليكم. مع السلامة يا محمود. مش الجو يا عم. مع السلامة. سلامة. أشوف وشكم خير يا عم. أشوف وشك مع السلامة. مع ألف سلامة. سلامة يا أخوانا، متشكرين جوك. مع السلامة. جوك 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 جوك. مع السلامة. مع السلامة. الحمد لله اني لحقتك. انت فين من الصبح يا فاطمه؟ كنت بجيب لك المصحف، خلي معاك يحفظك ويسونك. متشكر يا فاطمه متشكر. اشوف وشك بخير يا فاطمه. مع السلامه. الله يسلمك. يلا اصدق. مع السلامه يا فاطمه. مع السلامه يا ابني. بتعيطي ليه يا ام محمود؟ الفرقة مر يا ابو محمود. كلها شهرين ثلاثة ويجينا في اجازة نص السنة، وبعديها تيجي الاجازة الكبيرة ويرجع علينا بالسلامة. ربنا يقرب البعيد يا رب. يا رب. محمود. ها ابو حنفي. سلامات يا طلعة. ها الحمد لله على السلامة ابو حنفي. الله يسلمك يا طلعة. قول لي كيف حال البلد واهل البلد؟ كلهم بخير. المهم لقيت لي سكن. سكن؟ انسى انسى انسى. طب امال هقعد فين؟ هتقعد عندي مؤقتا على بال ما نشوف. يلا بينا. يلا. العربية لأباها جيراني. طب أعمل إيه؟ إذا كنت أنا نفسي أم بها. إلا إيه أخبار الرواية اللي بعتها لكم؟ حلوة، هيرجعوها لك. ليه؟ ضعيفة، أسلوبها ركيب. مين اللي قال كده؟ مدير التحرير. وده يعني كلمته حكم. طبعًا. طب قابلني بيه. يناقشني. بكرة إن شاء الله. وليه ما كنتش دلوقتي؟ مش لما تروح البيت تستريح؟ قابلني بيه، مش هستريح إلا لما أشوفه. أمري لله يا مناكف. اتفضل. صباح الخير. اهلا استاذ محمود عبد الستار، مؤلف. اهلا اهلا باديب الصعيد. اتفضل. انا قريت القصه. اهنيك يا استاذ محمود. ايه في ايه؟ لا بس الاخ طلعت قال لي انها ضعيفه وركيكه وما اعرفش ايه. لا انا ما قلتش ما اعرفش ايه دي. الاخ طلعت طول عمره بتاع مقالب، القصه قويه والاسلوب ممتع. لكن قول لي، الحب اللي بتتكلم عنه في روايتك مش بعيد شويه عن واقعنا؟ مش فاهم. عندك الفصل الثالث مثلا. كان يرى فيها كل النساء. لقد قال لي مره على حد تعبيره: انني ارى فيك طهارة ابنتي وشقاوة ابني وروعة امي، وأرى فيك المرأة التي لم أكن قد قابلتها بعد.
وعمرك ما هتقابلها بعد. والله يا استاذ محمود انا خايف ان الناس ما تصدقش الكلام اللي بتقوله ده. الحقيقه انا مؤمن بكل كلمه كتبتها. انا مؤمن ان جوانا العواطف والمشاعر دي، بس احنا اللي بنسيبها وبندور على حاجات تانية. على كل حال انا من ناحيتي ما عندناش مانع ان احنا ننشر القصه، ولو اني خايف ان الجمهور ما يستقبلهاش كويس، لانها في نظري بعيد عن الواقع اللي احنا عايشين فيه. ها، دي بعض اقتراحات لجنه النصوص، تقدر تاخدها وتدرسها وتعمل التعديلات اللي تخدم الموضوع، بس المهم تجيبها لنا بسرعه. متشكرين يا فندم. ربنا يوفقك يا استاذ محمود. شكرا جدا. مع السلامه. مع السلامه. اديني بروفة الصفحه الاولى. ايش 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 ايه يا ابني الفانتازا اللي انت فيها دي كلها؟ يخرب مطنك، ايه ده كله؟ انا عايش بمزاجي يا محمود. طبعا زي ما انت عارف الحاج ربنا افتكره فبعت كل حاجه، وزي ما انت شايف عايش بالطول وبالعرض. عيش للدنيا كما عشتها، فليس بعد العيش عيشة فعيش انت يا معيوش. وده مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ ده صديقي وصاحبي ابو الهلاس المتهور. هات يا سيدي. ودي كم مطرح دي؟ كل دي وأوضة نوم واحدة. أوضة نوم واحدة بس؟ ها؟ أنا يلزمني إيه غير أوضة النوم؟ وريني بقى، وريني وريني خيرات أم محمود. يا عيني لسه بتعمل كلاكيع برضو. إلا زي الحاجة. عالي العال والحمد لله. والحاجة؟ بخير والحمد لله. أخبار فاطمة إيه؟ فاطمة راحت على أدب أسيوط. لا حول الله يا رب. ليه؟ فاطمة خدوها في الأدب؟ يا جدع انت انتسبت لاداب اسيوط، فتح مخك معايا. روق. والله برافو. البت دي ربنا اكرمها بيكم بعد ابوها وامها ما ماتوا. الله يرحمهم، كانوا عز حبايبنا. ما تتجوزها يا محمود. حلوه ومتعلمه وتربيه ايديكم. ما انت عارف اني ما بفكرش في الجواز دلوقتي. خد ازلط دي. لا كل انت، انا شبعان. انا اشبع من اي حاجه في الدنيا الا فراخ امك يا محمود. عزيزي محمود، خرجت وكنت نائم، لا تقلق سأعود حالا. طلعت يا اخويا. خرج من بدري يا مدموزيل. ما عملان وراح على فين؟ خرج ازاي ده؟ مديني ميعاد واكد عليا انه جاي. ايوه بس حضرتك تبقي مين؟ انا شوشو خطيبته. اخ اني اسف، معلش ما عنديش خبر. بقى كده؟ ايوه بس ما دام فيه ميعاد يبقى لازم حتما هيجري الوقت. وانت تطلع مين؟ اني محمود الشغال الجديد. شغال؟ الله يسامحك. اني محمود عبد الستار، مدرس لغه عربيه وصديق للاخ طلعت الروح بالروح. يعني ما شفتكش قبل كده. انا اصل لسه واصل امبارح من الصعيد. ايه ده؟ ده ال كان عندكم حفله ولا ايه؟ ده اللي فاضل من العشاء. اياه، فطير مشلتت؟ اتفضلي اتفضلي، دي عمايل امي. لا ما اقدرش، انا عامله ريجيم. ياه انا اتاخرت قوي. لما يجي يقول له شوشو مخصمك للابد، مخصمك على طول. لا لحظه بس، ما اقدرش ما اقدرش. باي باي. طب ليه بس كده؟ ما الغايب حجته معاه. الله يخيبك يا طلعت، دي الفصل تعمله مع الغلبانه خطيبتك. الو طلعت موجود؟ خرج ازاي؟ ده كان موعدني اكلمه الساعه 11. انا فيفي خطيبته. خطيبته؟ طب امال. طيب حاضر حاضر حاضر.
تعالى هنا. ايه؟ انت خاطب كام واحده؟ ولا واحده؟ امال شوشو تبقى ايه؟ شوشو ادي خطيبتي. طب وفيفي؟ لا فيفي بقى خطيبتي برضه. خطب اتنين؟ يخرب مطنك. لا 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 محمود، اوعى تكون فاهمني غلط. انا مش من النوع اللي لا سمح الله امشي مع البنات كده ولا كده، لا انا اخطب ازمت معايا اتجوز لغايه ما احس بالاستقرار اطلق. طب وطلق ليه؟ عشان اخطب تاني. الله، ما تتعلم بقى يا محمود. اسمع يا طلق، انا الحال ده ما ينفعنيش، انا ماليش قعد معاك هنا، ومن بكره هدور على سكن تاني. ومين وحياتك وانا ببرم على رجلي. المهم لقيت حاجه؟ ونعمل حاجه، اوضه مفروشه قليصه، انما اخر لبس مع عيله. انت بطولك مفيش غير انت والست صاحبه الشقه، لا عيل ولا زيطه. المهم تكون كويسه ونظيفه. اديك هتشوفها بنفسك، كويسه ونظيفه وحلوه. اي والله حلوه قوي. ايه اتفضل يا بيه. فندم ازيك يا استاذ واحد؟ اهلا. اتفضل يا استاذ محمود. السلام عليكم. استاذ محمود الساكن الجديد جاي يشوف الاوضه، ربنا يجعلها من نصيبه. اتفضلوا. اسطور اتفضل يا بيه. اتفضل اتفضل يا بيه، ما تتكسفش، دي اوضه لوكس قوي قوي، تعال ورايا. اتفضل اتفضل اتفرج. الدولاب من خشب الارض، السرير من خشب الورد، حاجه لوكس على فوكس. ها عجبتك؟ كويسه. مش قلت لك انها هتعجبك قوي؟ وحضرتك بتشتغل ايه؟ البيه. بيه ايه بس يا سجاب الله؟ انا مدرس. مدرس؟ مدرس في مدرسة البنات الثانوية اللي جنبينا. متجوز؟ لا. الأستاذ محمود أخلاقه سكرة. متشكرين. والأجرة كام؟ 30 جنيه. يا بوي. بقول إيه؟ ما تهزيها شوية ست الواحد. 20 ينفع؟ حلو. حلو إيه بس يا سجاب الله؟ 15 كويس؟ يا فندم. كويس أوي ست الواحد. إيه؟ مش عاجبك؟ عاجبني يا سجاب الله. والست كتر خيرها، بس يعني انا موظف على قدي، لما ادفع 15 جنيه سكن يبقى الاكل بكام والمواصلات ومصروف الواحد؟ 10 يرضيك؟ شهرين مقدم. مبروك يا بيه. الله يبارك فيك. اتفضلي. طبعا اذنكم شويه لما اروق لك الاوضه. اوكي اتفضلي. هنتعبك معانا بس تلاحظ. لا تعب ولا حاجه. الف مبروك يا استاذ محمود. متشكرين يا سجاب الله. لو النبي وحياة النبي ما اخد غير ورقه بخمسة جنيه. انا طلع لي ستك هل من كتر الماشي. اتفضل. شكرا. عتبه مبروكه ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ما قلتليش يا استاذ محمود. نعم. هتجيب حاجاتك امتى؟ النهارده ان شاء الله. بس لو سمحتي، لو كان في شغاله بالمره تنظف لي الأوضة، تغسل لي هدومي. هتديها كام؟ اللي تشوفيه انت. قصدي ميزانيتك تسمح بكام؟ والله 3 جنيه كويس. كويس. يبقى اتفقنا، عن إذنك أروح أجيب الحاجة. أستاذ محمود. أيوه. المفتاح عشان تدخل وتخرج على راحتك. متشكر، متشكر قوي. قول لي، بيضة ولا سمر؟ طويلة ولا قصيرة؟ عزبة ولا متجوزة؟ عندها عيال ولا مخلفة؟ حيلك حيلك حيلك. أنا مالي ومال الحاجات دي كلها. أنا كل اللي بعمله أدفع ال 13 جنيه وبس. يعني ما لمحتهاش؟ ما شفتهاش؟ لا لا. من خرم الباب؟ هي بتغسل، بتعجن، بت ما أنت عارف إني ماليش في الحاجات دي. مالكش. لوحدك والولية لوحدها، وقاعدين في شقة مقفولة،
وتقول لي مالكش قلتم. استغفر الله العظيم يا كل ذنب عن ده عيالك. ايه مفتاحك اهو. انت اللي لادي حتبات عندي ليه؟ عيد ميلادي كل سنه وانا طيب، مفيش داعي اجيب حاجه معاك. ودي معقوله دي؟ تعالى هنا. ايه انت مولود في يناير؟ مولود في يناير ده هناك في البلد. جيت هنا اتولدت في اغسطس وسبتمبر واكتوبر وذي القعده وبرمهات و... ايوه بس ده بكره اول يوم في الدراسه وما اقدرش اسهر. دي سهره خفيفه، هنرقص ونسهر ونغني و... ويا حبيبي. خلصك يا خبر املى حالك. امال صاحبك اللي قلت عليه فين؟ زمانه جاي اهو. وصل. محمود اهلا. ايه يا محمود اتاخرت ليه؟ ابدا المواصلات. اسمعوا يا جماعه، اقدم لكم محمود بي عبد الستار، بلدياتي واعز اصدقائي. ايه ده راجل؟ دي زنبليطه كما قال الشاعر، زنبليطة من غير ليطة تبقى الدنيا زرنبيطة. ده برضو أبو المتهور الهلاس. لا ده أبو دمى المزاوز. محمود يشرب إيه؟ أنا ما أصل ما أنا ما بشربش، ماليش خالص بالشرب. لا مش معقول، لازم تشرب. ده هتكسفني ولا إيه؟ ما أنت عارفة طلعت ما بشربش وبعدين معاك. أيوه ما بتشربش خالص. لا بيشرب محمود، بيشرب بيره. ده طلع فين؟ ما انت عارف انا شفتك بعيني وانت بتشرب. ما بشرب. اهي دي بقى كبسه. كبسه ايه بس؟ افهميني، انا دوت البيره ثلاث مرات، يوم ما خدنا التوجيهيه ويوم الليسانس وفرح اختك. والرابعه تت عشان خاطري. ولا برضه هتكسفني؟ عشان خاطرك انت بس. اخواني سكرانين؟ استاذ محمود بلدياتي راح في الكازوزة وعجبي. مرسال يمسك الفجر عشان الشمس ما تطلعش. يا ابو وبعته برجيه تخلي الدنيا تفضل نايمه ولا تقومش. ابوي الساعة دي لازم تفضل واقفة ولا تمشيش الا ما امشي. واني مش ماشي ورقصني على Thank you.
يلا يا مديح. لا يا نرجس لا وانا مكتوب. يلا يا مديح. فنكش الفنكش يفنكش لك يا مفنكش. مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ انا طبعا. الا قولي البيت اللي رقصتني دي نرجس؟ لا التانية مديح. يا ابوي عليها جوز عيون يسحروا. المهم كانت ليلة حلو. قوي قوي قوي. وكتكتة حلوين. قوي 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 قوي. تعمل عيد ميلادك معاه الشهر اللي جاي؟ قوي 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 قوي. Happy birthday to you. Happy استاذ محمود عبد الستار من احسن اساتذه اللغه العربيه، مشهود له بالكفاءه والحزم والجد. راجل اصله صعيدي ما يعرفش هزار، مش عايزه يشتكي من اي واحده فيكم. اي شكوى حتجيلي انتوا عارفين هيحصل ايه، لازم تستفيدوا منه. واتعشى منكم تستفيدوا من دروسه وتجيبوا لنا نتيجه مشرفه. تفضل يا استاذ محمود. متشكر. اقعدوا اقعدوا اقعدوا. استلمتوا الكتب؟ ايوه يا استاذ. النهارده الحصه ضاعت. بكره الساعه 7 صباحا تكونوا هنا. الساعه 7 ايوه يا استاذ، دي مش معقول الساعه 8. طيب بس انتوا هنا.
دي حصة إضافية عشان نعوض الحصة اللي ضاعت. تفضل. أنسة مديحة. أيوة يا أستاذ. رد الباب وتعال. تعالي 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 هنا قريب. انت تعرفي الاستاذ طلعت؟ مين الاستاذ طلعت؟ ده انا اللي كنت سهران عنده امبارح في الشقه. لا امال رحت بيته ازاي؟ غصب عني ما كنتش اعرف. وايه اللي غصب عنك؟ ضحكت علي قالت لي انه عيد ميلاد اختها وانا ما كنتش اعرف. لو كنت اعرف ما كنتش رحت. يا ريتني كنت مت قبل ما تروح هناك وتشوفني هناك. يا مين دي اللي ضحكت عليك؟ نرجس. نرجس اللي حزمت حضرتك لما حضرتك قمت رقصت. طب بس 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 بلا حزمت بلا بتاع بلا. ونرجس دي تلميذه كمان في المدرسه؟ لا بتشتغل في بوتيك. تعرفيها منين؟ بشتري من عندها هدوم. على كل حال انا ما اسمحش لتلميذه في فصلي انها تسهر سهرات زي دي مهما كان عذرها. دي اول مره اروح فيها حفله زي كده. احلف لك على المصحف ان دي اول مره. ارجوك صدقني يا استاذ محمود كانت غلطه ومش هتتكرر تاني. ارجوك صدقني ارجوك صدقني. طيب طيب خلاص 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 طيب. شوف يا مديحه مش عيب ان الانسان يغلط لكن العيب انه ما يتعلمش من غلطه. وزي ما دي كانت اول مره ارجو انها تكون اخر مره. طبعا يا استاذ. ونرجس دي عايزك تبعدي عنها خالص. وبالنسبه لليله امبارح بكل اللي حصل فيها انا هعتبرها اتولدت ميته وكانها ما حصلتش خالص. خالص يا استاذ. عال قولي لي دي اول سنه ليكي في الثانويه العامه؟ لا دي الثالثه والثالثه ثابته. كنت بتسقطي في ايه؟ في اللغه العربيه. اللغه العربيه. طيب شوفي اي حاجه تستعصى عليكي ما انتيش فاهماها تعالي هنا وانا اشرحها لك. هشربك اللغه العربيه كلمه كلمه بالمعلقه. بس المهم ليله امبارح اتولدت ميته كانها ما حصلتش خالص. احسنتي برافو. تعالي اتفضلي. تعالي هنا من اول يوم لفتك كده من اول نظره. ده من اول ما دخل الفصل وعينه منك. انتوا فاكرينه ايه يا بنات؟ ده قريب قريبك. ايوه ابن عم ماما. مش عايز حاجة قبل ما انزل؟ لا متشكر. ست لواحظ. النبي على قلبك ما تسددني. ناديني باسمي. المسألة ما بقتش غريبة والمقامات محفوظة. أنت أستاذ وأنا لواحظ. أنت دايما شغلك بالليل. نبطشيتي كده. أوعي تكوني غيرت نبطشيتك مخصوص عشاني. قصدي عشان شغل البيت والطبيخ والمكوى. أنا دايما شغلي بالليل. في مستشفى؟ لا. في دار حضانة؟ لا. أمال فين؟ في فرن. فرن؟ إيه خبازة ولا عجان؟ لا فنانة. إيه؟ إيه؟ ممثلة؟ يعني ده انا احب التمثيل قوي. ها وبتشتغلي في انهي مسرح عشان حتى الواحد يبقى يجي يتفرج؟ هو مسرح ومش مسرح. ايه دي بقى فزوره؟ ها ما قلتليش بتشتغلي فين؟ في كباريه في شارع الهرم. كباريه؟ ايوه. يلزمك حاجة قبل ما انزل؟ مش معقول.
عن إذنك. عطشان حب وحنية واسيبك وسط المي، عطشان حب وحنية والهوى يرميك من بحر البحر. خليك على قومي يا موج البحر، لفتك معايا وعادي البحر. خليك على قومي يا موج البحر، لفتك معايا وعادي البحر. لا البس بندي واقلع بندي، لا البس بندي واقلع بندي، واخدك جنبي على شط البحر، وافضل احكي وانقش كحكي، وافضل احكي وانقش كحكي، وارسم ضحكي على وش البحر. خليك على قومي يا موج البحر، خليك تحتك معايا وعادي البحر. خليك على قومي يا موج البحر، خليك تحتك معايا وعادي البحر. ناخدك وامشي على موج رمشي، ولا ترجعش من جوه البحر الا نجتني وترجتني طول بيتني على شط البحر. خليك على قومي يا موج البحر، خليك تحتك معايا وعادي البحر. خليك على قومي يا موج البحر، خليك تحتك معايا وعادي البحر. واسيبك وسط المية عطشان حب وحنية، واسيبك وسط المية عطشان حب وحنية، والهوى يرمي من بحر البحر. خليك على قومي يا موج البحر، خليك. صح ست الكل لواحد. هو ما فيش على نفسنا غير لواحد؟ هو احنا ما نشبهش ولا ايه؟ ده يبقى وادود. انت من صاحبتنا؟ الروح في الروح. طب ما تكلمها لي وانا مستعد اخد الاوضه اللي عندها وافرشها من جديد، وابقى انا وهي وزيتنا في ايدينا. بس دي مهرها غاليه قوي. ادفع من جنيه لقلب ونحاسه. ابوسك. ما تنفعنيش يا حبيبتي. 10 جنيه لكي بس اديك نسيبك كده. عن اذنك. على فين؟ حسنيت لك السكه. اهو كده الشغل يا شغل. كفاياكي بقى، الخمرة هتقتلك. قلت لك لما يكون في ايدي كاس ما تعكننيش عليا. طب قولي لي عايزه ايه؟ زبون واقع لشاشته. خليهولك. ده مستعد يأجر الأوضة اللي عندي. أجرتها. بكام؟ 10 جنيه. في الليلة؟ في الشهر. يا خيبتك، ده مستعد يدفع من جنيه لألف. ده غير ال ده لما يدفع لي مليون بفرط في ساكنها. كفاية أدبه ورقته وحنيته. أو الراجل يقول لي يا ست لواحظ. احنا حبينا ولا استلطفنا؟ مش عارفة. لون جديد وطعم جديد ما شفتوش في حياتي. ايه بس اللي مش عاجبك فيها؟ ما هو مش معقول يا سجاب الله ابقى مدرس مدرسه بنات وتسكنني مع واحده من بتوع شارع الهرم. ولو ان دي ما فيهاش عيب ولا حرام، لكن الريح والباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. طيب اعمل معروف، شوف لي حاجه تانية وبسرعه. انت تؤمر يا استاذ محمود. ايدك على 500 جنيه. ايه 500 ايه؟ امال انت فاكر ايه؟ 500 و1000 و2000 و10000 و20000 احمد ربنا بيه. انت معاك اوضة واجرة ما حصلتش، ومع كل انت في حالك وهي في حالها، وده الخالق للخالق. عرضت عليه 800 جنيه خلو
راسه ألف سيف ما ياخد أقل من ألف. والله يا ابني إحنا اللي شجعناه. أعمل إيه؟ بقالي ثلاث سنين كاتب كتابي ومش لاقي شقة يا عالم. معلش أمرنا لله. يا سيدي كلنا في الهوا سوا. أستاذ محمود. خير يا سعد؟ أنا جاي أشتكي لك من قريبك. قريبتي؟ أيوه، مديحة محمد علي، كل المدرسة عارفة إنها قريبتك. مالها مديحة؟ خطفت مني مقص الضوافر. طب اتفضلي أنت وبعتيها لي، يلا. حاضر. طيب يا أخي مدام قريبتك، خد بالك منها شوية، دي محية خالص. ومحتاجة لتقوية في الدين وفي الإنجليزي، ضعيفة أوي. أفندم يا أستاذ محمود. بعد إذنكم لحظة واحدة. اتفضل. تعالي شوية. قربي عليا شوية. أنتِ قلتي للبنات إنك قريبتي؟ أيوه. ليه؟ أصلهم شافونا لوحدنا والباب مردود. افتكروا إن بعدين؟ قلت لهم ده قريبي. بنقذ الموقف. تعال. بقينا قرايب يعني. على العموم يا أستاذ، أنا قرايبي كلهم أسماء ومراكز. طب قلت لهم تقراي لي ايه بقى يا ستي عشان بس ابقى على نور؟ ابن عم وماما كمان. جت كده مادام جت كده بقى شاطره. انا قربت بنتي مهذبه مجتهده مؤدبه. هو انا مش مؤدبه يا استاذ؟ اسمعي اللي بقولك عليه. حاضر يا استاذ. مش عايز لعب ولا اهمال ولا شكوى تجيني من ناحيه قريبتي. مفهوم؟ مفهوم يا أستاذ. يلا لحصتك. حاضر يا أستاذ. قريبتي. كل شيء. انت النهارده في حاجه مضايقك؟ لازم الاكل مش عاجبك. تحب اجيب لك حاجه تانية؟ ايه اللي شغالك في شارع الهرم؟ طيب وحضرتك ايه اللي شغالك مدرس؟ دي مهنتي. ودي صنعتي. طب وانت راضي عن الصنعة دي؟ وحضرتك راضي عن مهنتك؟ مش برضو في حاجات في المهنة الواحد بيعملها وهو مش مقتنع بيها؟ كل شغلانة ولها بلاويها وكل واحد ونصيبه. وانا نصيبي كده. ايوه بس يعني بلاش نتكلم في الموضوع ده احسن. يلا يلا تسمح تاكل؟ سعيدة يا عمتي. أهلا يا حبيبتي، اتأخرتي كده ليه؟ مش قبل ما خلصت المدرسة؟ على فكرة باباك اتصل وبيقول لك بلاش تفوتي عليه بكرة، وهيستناكي في البيت بعد بكرة عشان يديكي اللي أنت عاوزاه. هو كل يوم يقول لي بكرة وبعده؟
خلاص مش عايزه منه حاجه، مش هروح له خالص. عيب كده يا بنتي، ما يصحش، ده مهما كان برضو ابوكي. ما بحبش ابص في خلقه مراته. الو، اقولك ايه، الليله سهره للصبح، حفله بتعملها جمعيه خيريه في السنه مره، لكن ايه، مجتمع راقي حاجه فوق. ها الساعه 8 هكون عندك. باي باي. عمتي، عمتي. ايوه يا حبيبتي. انا رايحه اذاكر عند واحده صاحبتي، وبعدين هبروح ابات الليله عند ماما. والنبي تبقي تسلمي لي عليها قوي، اوعي تنسي تسلمي على جوزها عشان سمعت انه كان تعبان شويه. ايه يا نرجس، دول اتاخروا قوي، ده مالهم جايين يا دوحه؟ اهم وصلوا. مساء الخير. اهلا. مساء النور. لا انتوا المره دي اتاخرتوا علينا قوي، دي مديحه كانت قاعده على نار، مش كده يا دوحه؟ اصلهم بيتقالوا علينا. وده معقول؟ ها، وناويين تسافروا امتى؟ مش قبل شهرين. ده انا مش كده ولا ايه يا دوحه؟ مش قلت لك؟ اهلا، انتوا نورتوا. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. لا، الصحفيين ممنوعين من دخول حفلاتنا. انا مش جاي صحفي، انا مدعو. الاستاذ محمود عبد الستار صديقي وبلدياتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. دي الحفله نورت. شاكرين. منوره بوجودي طبعا. اتفضلوا اتفضلوا، دي الحفله حفلتكم. اتفضل. حفله هتنبسط فيها قوي، مليانه. الله، فسوكه فسوكه بيه. اهلا 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 فسوكه بيه. يا خبر اسود. ايه؟ مالك؟ استاذ محمود ماله؟ إيه؟ هنا هنا. الله، طب ومالك خايفه كده ليه؟ وهو هيعمل لك ايه؟ لازم امشي قبل ما يشوفني. باتي امال ولا يهمك. ما اقدرش، انا ماشي. طلعت طلعت. الله، ده الاستاذ سعيد هنا، عن اذنك يا فسوكة بيه. اتفضل. اهلا اهلا يا فندم. اهلا باديب الصعيد. الاستاذ محمود عبد الستار، مدرس ومؤلف روايات. انجي هانم، صديقة الأدب والأدباء. أهلا وسهلا. أهلا بيك. انجي هانم بتحب الأدب قوي، وبتشجع دايما الأدباء الشبان، ولها نشاط ملحوظ في عالم الفن. أنت بتبالغ قوي يا سعيد. يا هانم، ده أقل من الواقع. فرصة سعيدة يا فندم. ميرسي. ها، خلصت القصة يا أستاذ محمود؟ تقريبا. بكرة إن شاء الله تروح على المكتب. تعال أخو كده. ويسكي يا أستاذ طلعت؟ ويسكي، كونياك، اي حاجة، انا بتاع كله، بس خلي بالك انت معايا، يخلص الكاست الصيني واحد تاني. استاذ محمود، ويسكي طبعا. لا يا فندم، متشكر، انا ما بشربش خالص. مش معقول. ابو حنفي ما يشربش غير البيرة. بيرة؟ على قدي، بعمل ايه؟ لسه في سنة أولى. على كل حال كلنا ابتدينا كده. عن إذنك ابو حنفي هلغوص شوية. تعالي موها بقى. اتفضل يا استاذ محمود. متشكر. في صحتك. متشكر. الاستاذ محمود بيألف روايات؟ يعني محاولات. وروايتك الجديده اسمها ايه؟ اسمها رنين الحب. رنين الحب؟ اسم جذاب. ويا ترى الروايه جذابه زي الاسم؟ لما تقريها حضرتك تبقي تقولي لي رايك. وما فيناش من زعل؟ بالعكس، انا يهمني راي القراء، خصوصا واني لسه في سنه اولى. اول ما اقراها هتصل بيك علشان اقول لك رايي. في صحتك. الشعر الجاهلي. انسه مديحه؟ افندم يا استاذ محمود. خليكي معانا. حاضر. هكذا نجد ان الشعر الجاهلي بيهتم بحاجة من ثلاثة: البسالة والشرف
ثلاثة الغزل. طيب نكمل درس الحصة الجاية. تفضلوا. أنسة مديحة. أيوة يا أستاذ محمود. ابقي حصليني على أوضة المدرسين. أيوة يا أستاذ محمود. انت ازاي تنامي في الفاصل؟ انا ممل في الشرح. قولي لي يمكن اكون ممل. العافية يا استاذ، انا اصلي كنت سهرانة. سهرانة؟ ايوه بذاكر. طب ده انا عايز اقابل والدك بقى. بابي في اوروبا، اعماله كلها هناك، بيقعد هناك بشهور. اقابل والدتك؟ مامي متوفية. اخوكي قريبك؟ مش بتقولي ان قرايبك اسماء ومراكز؟ مش مختلطين بيهم. امال انت عايشه مع مين؟ مع طنط امين اخت بابي. انا بعت جواب لوالدك عشان يقابلني، ما جاش ليه؟ قله استنى. لا 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 العفو يا استاذ علي، اصل والدها غايب شويه في اوروبا. اتفضلي انت على حصتك. ما تتعبش نفسك، دي مش فالحه في مدارس. قول قريبك اختص الطريق احسن ويتجوزها. لا يا ابوي ما كنت عاملني يا ست واحظ، يا ست واحظ، يا واحظ. ايوه يا استاذ محمود. قولي له يطلع. هو مين اللي يطلع؟ طلعت صاحبي اللي بيضرب كلاكس من عينيا. استاذ طلعت، الاستاذ محمود بيقول لك اتفضل. ده انا اطلع واطلع وليلت مطينة طين الليلة دي. ايوه مساء الخير. مساء النور. مش برضو الاستاذ محمود ساكن هنا؟ ايوه اتفضل. شك. امال هو فين؟ في الحمام دقيقة واحدة. هو ابتدى الحمام؟ اهلا يا طلعت، تعال تعال. يا عيني على عمام الملاليطي. هي دي بقى لواحظ. ايوه لواحظ. اباي يا خارجه من باب الحمام وكل خد عليه خوخه. انت امك ده عيالك ليه؟ قول لي متى تم الوصال وفين وكيف؟ لا فين ولا كيف. انت عارف ان انا مين يا خال؟ راجل زين وست اهياني وبيت فاضي وعيش هادي. يبقى اسمه ايه ده يا ولد عمي؟ تبقى صداقه موده اخوه. اخوه. سلامات يا اخوه. هو مفيش عندك بين الراجل والست الا الكلام الفاضي؟ مفيش صداقه، مفيش اخوه، مفيش اخلاص. تفضل طول عمرك صعيدي. يعني انت اللي مصراوي جوا يا اخي. انا صعيدي مفتح. صحيح كانوا هيبيعوا لي الطرماي اول ما جيت، لكن مفتح. طب قول لي يا مفتح، البنت دي لواحظ؟ لا مديح. تاني احنا مالنا ومالها يا اخي؟ خساره بنت زي دي تضيع في اول حياتها. انت ايه حكايتك بالظبط؟ بنت دي من يوم ما رقصتك وانت. انا مدرس يا طلعت ودي مسؤوليتي. مسؤوليتك؟ طب كمل لبسه ويلا بينا. انا مش ناوي اسهر الليله. هتسهر وهتخرج وهتعزمني على عشاء غصب عنك. اشمعنى يعني؟ اصلي جايب لك خبر بمليون جنيه. خير؟ روايتك هتتنشر في كتاب الشهر العدد الجاي. وحياة النبي. ايوه يا بوش. يبقى الليلة دي سهرة على حساب. موافق. تعمل لي عيد ميلاد. لا يا ابوي بلاش عيد ميلادك دي، شوف لنا سهرة تانية. طيب شوية عشاء. موافق. وشوية فرفشة. موافق. شوية ضحك وتهريج لحد ما نقول ستوب. موافق موافق موافق. وحبة فوق وحبة تحت. يلا بينا. على فين؟ القهوة. قهوتك مشروبة يا وش الخير يا قدم السعد.
يعني هقدم لك بدل القهوة شربات، هجيب لك هدية. طب يومين تلاتة لاجيب لك هدية. يا وش السعد يا قدم الخير. اشرب يا عم ودندن، الليلة ليلتك وبكرة فرحك. يا ابوي 7 سنين مستني اليوم ده عشان اوصل كلمتي للناس. تصحت كلمتك. والله انا خايف قوي يا طلعت، كأن تلميذ داخل الامتحان لأول مرة. ويا خوفي لا تسقط. واسقط ليه؟ فلا الله ولا فالك يا شيخ. اصل كلمتك جاية من برج عالي، كله مثالية، أفلاطونية، قس وليلى، حب عذري. اهو هو ده الحب في نظري. سعيد يا حب. ولد العم فتح بقى فوق لنفسك. طب تبص عليا يالا، هات لي واحد كاتانيلا. يا ابويا فوق لنفسك، الناس النهارده بتاكل في بعض، بتطلع فوق كتاب بعض، كل واحد همه يخطف ويجري. اما الحب اللي في قصتك في صحتك. لا مؤاخذة، لقيت النور والع والوقت متأخر، ودي مش عادتك. قلت خير 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 والحمد لله خير قوي. يا ابوي 7 سنين اكتب واقطع واقطع واكتب عشان يتنشر الكتاب. خلاص يا لواحظ، ابن البكر هيشوف النور. ابنك البكر؟ ايوه كتابي. على فكره انا كنت وعدتك بهديه. هديتي نفسك في البيت اهي، وان اشوفك دايما مبسوط. الله، بس دي غاليه قوي. مفيش حاجة تغلى عليك يا وش الساعد يا قدم الخير. تسمح؟ عنك انت. اتفضل يا بيه، اتفضل.
خليني الحب، خليني الحب، خليني الحب يا محمد عبد الستار. مبروك يا استاذ، مبروك يا استاذ، ألف مبروك، ألف مبروك. ده شعور طيب الحقيقة، لازم أشكركم. طب في الحقيقة شكرا، ما دي هي اللي وزعت علينا الكتاب، دي أول قصة يكتبها قريبها. شكرا يا بنت. العافية يا أستاذ محمود. في قصة تانية يا أستاذ، موضوعها يا أستاذ قولنا عليها إن شاء الله. قولنا عليها يا أستاذ. بس 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 خلاص 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 بقى، مش وقت قصص وروايات. يلا شيلوا الكتاب ده وطلعوا الكراريس. كنا بنتكلم عن الأخلاق عند العرب. مين؟ مين؟ ألف سلامة. مالك دكتور؟ مالك دكتور؟ دكتور بصراحة معلش، ألف سلامة لك. حاضر حاضر، معلش معلش، يا ساتر يا رب. خير يا دكتور؟ خير. اسمع تفضل. ما خبيش عليك، حالتها وحشه قوي، الحقنه اللي خدتها هتنيمها للصبح، بس يا ريت حد يفضل جنبها. عندها يا دكتور؟ القلب تعبان وفي تليف شديد في الكبد، الدواء لازم تجيبه حالا. طبعا طبعا. حضرتك جوزها؟ قريبها؟ يعني تقريبا. المهم الخمرة ممنوعة، فيها خطورة على حياتها، كاس واحد ممكن يقضي عليها، مفهوم؟ سلام عليكم. وعليكم السلام. هو أنا كنت ناقص بلاوي؟ صباح الخير. صباح النور. ها آه. ازاي الحال النهارده؟ الحمد لله. لا لا لا، خليكي مرتاح، مش عايزك تقومي من السرير. ربنا ما يحرمني منك، ده لولاك من عارف كان زماني. بلاش كلام فاضي، بكره تقومي بالسلامة. يلا لازم تخلصي على الفطار ده طوالي عشان تاخدي الدواء. تسلم ايدك، انا تعبتك معايا قوي. يا شيخة لا تعب ولا حاجة، ده كفاية سهرة جنبي طول الليل. يلا لاحظ الناس لبعضها. أول مرة أحس إن حد قلبه عليا. أما أقوم أنا بقى ألحق المدرسة. مع السلامة. على فكرة الدكتور نبه وشدد قوي، حكاية الخمرة دي بلاش منها. أمرك أستاذ محمود. لا أنا عايز وعدي منك إنك ما تشربيهاش. وحياتك، وحياتك عمري ما هدوقها تاني. أهو كده فوتك بعافية. الله يعافيك. استاذ محمود تسمح، هي مدفع ما جاتش ليه؟ معرفش. هي مش قريبتك يا استاذ؟ ايوه. يبقى ازاي ما تعرفش؟ خلونا في الدرس، ولا انتوا عايزين تضيعوا الحصه على الفاضي؟ طلعوا الكشاكيل وخدوا واجب النهارده. Thank you.
مساء الخير. مساء الخير. مش برضه شقة الأنسة مديحة محمد علي؟ أيوه. محمود عبد الستار مدرس الأنسة مديحة بالمدرسة. أهلا وسهلا يا ابني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا فندم. اتفضل. وحضرتك؟ أنا بقى عمتها. اتفضل يا ابني، اتفضل استريح. أهلا. يا ساتر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أمال فين الأنسة مديحة؟ مديحة مش موجودة. هتتأخر كتير؟ بقالها يومين بيت عند والدتها. إيه؟ والدتها؟ لكن دي قالت لي إن والدتها الله يرحمها متوفية. متوفية؟ يجازيكي يا مديحة، البت دي مش هتبطل كدب أبدا. والدتها عايشة مع جوزها في مصر الجديدة. طب والسيد والدها؟ عايش مع مراته الجديدة. مش برضه في أوروبا؟ أوروبا إيه يا ابني؟ هنا في مصر، بيته في الزمالك. أصل أبوها وأمها بعد عنك متطلقين، وكل واحد متجوز في ناحية، وسايبيني البنت أربيها. وأنا زي ما أنت شايف ست كبيرة وصحتي مش مساعداني. والنبي يا ابني، والنبي تاخد بالك منها في المدرسة، دي لسه عيلة وملهاش حد. مديحة طلعت. ملعون ابو الليله اللي رقصتك فيها، انت شاغل نفسك بيها ليه يا جدعان؟ بقى لها 3 ايام ما جتش المدرسه. ان شاء الله معانها جت، يمكن عيان. سالت عليها عند عمتها، عند امها، عند ابوها، محدش عارف هي راحت فين. يا محمود ابعد على الاصناف دي، اسمع كلامي، دي مش من توبك. يا جدع انت ما تظلمهاش كده، انا مقتنع انها بنت كويسه، لكن الظروف هي اللي. طب اركن الحب شويه وخليك في شغلك الاول. رئيس تحرير مبسوط قوي من الروايه الاولانيه وبيسال عن الثانيه، عندك ولا شطبت؟ انا مش هكتب ولا كلمه لغايه ما الاقيها، اما اعرف هي فين. مديحه محمد علي تكلم الاستاذ محمود في اوضه المدرسين. اتفضلي. ايوه يا استاذ محمود. انت غايبه بقالك 3 ايام، كنت فين؟ كنت عند ماما. صحيح انا قلت لك ان ماما متوفيه، بس انا قلت لك كده عشان ما بحبهاش، اصلا متجوزه غير بابا. بقى كنت عند ماما؟ ايوه. كدابه يا فندم. انا سالت عليكي عند والدتك، ما كنتيش هناك. لا اصلي، اصلها كانت مسافره فرحت البابا. برضه كدابه. انت لا كنت عند والدتك ولا كنت عند والدك. قولي لي كنت فين؟ في اسكندريه. في اسكندريه؟ ايوه. اتخانقت مع عمتي فسبت البيت ورحت قعدت مع بنات اصحابي في اسكندريه. البنت اللي اتبات بربيتها من غير علم اهلها تبقى مش شريفه ولا تقدر تحافظ على كرامتها وتستاهل القتل. انا ما اسمحلكش انك تقول عليا كده. ترد عليا كمان؟ انت باي حق بتضربني؟ باي حق بتمد ايدك عليا؟ باي حق بتهين كرامتي؟ انا اشرف من اي واحده تانيه في المدرسه، ما اسمحش لاي حد انه يمسني بكلمه. انت فاهم؟ استاذ محمود، استاذ محمود، تحب احضر لك العشاء؟ لا. سرحان في ايه؟ ابدا. روايه جديده يعني؟ على فكره مبروك الكتاب الجديد، ابنك البكر حلو قوي. قريتيه؟ وحبيت كل اللي فيه، كل جمله، كل كلمه، كل حرف. المهم تكوني فهمتيه. هو علشان ما اقدرش افهم. انا اسف لو احس، مش قصدي. انا عارفه انت قلبك كبير قوي يا استاذ محمود. لو كان صادفني انسان زيك وانا لسه بقول يا دنيا،
ما كانش ده بقى حالي. نهايته مكتوب. والنبي تاخد بالك منها في المدرسة، دي لسه عيلة وملهاش حاجة. أنا أشرف من أي واحدة تانية في المدرسة، ما اسمحش لأي حد من المسنين يتكلم. أنت فاهم؟ لو كان صديق لي إنسان زيك وأنا لسه في أولى دنيا. مديحة، مديحة، أنا عايز أتمشى معاك لحد المدرسة. أنت حر. أنا عايز أتكلم معاك يا مديحة. هو أنت ما قلتش كل اللي نفسك فيه امبارح؟ أنا آسف على اللي حصل امبارح، وآسف إني ضربتك. كوني تلميذة وأنت أستاذ ما يديلكش الحق أبدا إنك تمد إيدك عليا. مديحة، أنا امبارح لما صورت عليكي ما كانتش ثورة أستاذ أو مدرس على تلميذته، كانت ثورة إنسان بيهتم بإنسانة وبيخاف عليها. مديحة، أنا وحيد ومليش إخوات، وكان نفسي دايما يبقى لي أخت أرعاها وأصونها وأحميها. أنا من أول يوم شفتك فيه لفت نظري، يمكن إنك صورة الأخت اللي في نظري، أو يمكن تكوني أكتر من كده. المهم حسيت إن أرجع وأقولك مش كمدرس وتلمسته، لا، كإنسانة عزيزة عليا وغالية عندي. مديحة، أنت مستقبلك قدامك وأنا خايف عليك. أستاذ محمود، صدقني أنا ما عملتش حاجة غلط. أنا واثق إنك ما عملتيش حاجة غلط، وإلا ما كنتش كلمتك. بس أنا عايزك تراعي إن الناس بتتأثر بالمظاهر. أنا عايزك قدامي وقدام الناس أحسن واحدة. توعدينا مديحة؟ أوعدك. على فكرة، أنا اتفقت مع عمتك إن أبقى أجيلك البيت أديك دروس بدل اللي ضاعت منك. متشكرة أوي يا أستاذ محمود. طيب، يلا بينا عشان نلحق المدرسة. إيه الحكاية؟ رايحة معاه وجاية معاه. والضيافة عائلية حق ودروس خصوصية. عايزة اجيب مجموعة 100%. يا بختها. واحدة ستة طلبت حضرتك كنت في الحصة وسابت لك نمرة التليفون دي. طب ما قالتش مين؟ لا يا فندم. شكرا. لا عفوا يا فندم. الو، انا محمود عبد الستار. انا كنت منتظره مكالمتك يا سيدي. انا قريت القصه، ما تتصورش قد ايه شدتني. موضوع جميل، اسلوب رائع، انت راجل عظيم. افندم، بلاش تواضع. على فكره انا عامله لنا ندوه صغيره فيها شويه ادباء وعايزين يناقشوك. بكل ارتياح، ده شرف كبير يا فندم. الساعة 9:30 هكون عند سيادتك. مساء الخير. مساء النور. محمود عبد الستار. انجي هاني موجودة؟ ايوه، اتفضل. Thank you.
اهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم. اتفضل استريح يا استاذ محمود. يظهر اني جيت قبل ميعادي. لا ابدا، الميعاد مظبوط. طيب امال فين بقيه الادباء؟ هم دايما كده مواعيدهم مضطربه على الاخر. فنانين. أيوة. يا سيدي سيجاره؟ متشكر، ما بغيرش السيجاره. ولع لي. أظن ما كانش يخطر ببالك إن أتصل بيك. الحقيقة هي مفاجأة سارة وشرف عظيم ليا. ميرسي. تاخد معايا درينك؟ لا لا لا، اسمحي لي، ما فيش لزوم. أنا أعرف إنك بتشرب بيرة. أحياناً بس في المناسبات. هو في مناسبة أحسن من دي؟ خلاص، نخليها بيرة. أنا قريت كتابك، في الحقيقة رواية ممتعة. شكرا. بس أنا ليا شوية ملحوظات عليها، تحب نتكلم فيها دلوقتي؟ نتكلم أوي. اتفضل اتفضل. اتفضلي. في صحتك. في صحتك. أنت اتكلمت في كتابك عن الحب العذري وتجاهلت ألوان تانية من الحب. هو الحب ألوان؟ طبعا، أمال أنت فاكره أبيض وأسود بس؟ زي ما في حب عذري، في حب مادي، وفي حب جنسي. الله، يعني ما بعترفش بالألوان دي. جربتها عشان تحكم عليها؟ إيه؟ أعوذ بالله، وهو ضروري أجربها؟ بيتهيألي الفنان لما يكتب عن تجربة عاشها بيكون أصدق. أيوة بس اديني كاس. كفاية بقى. عشان خاطري. خاطرك على راسي من فوق. امال فين بقية الأدباء؟ زمانهم جايين، تعال نرقص. ما بعرفش. تحب تتعلم؟ قوي قوي. الله، طالعة من بقك حلوة. ايه دي؟ قوي قوي دي. يا تعال. نتكلم بقى في الحب. نتكلم قوي. الحب المادي ده الحب اللي مش من القلب، الحب اللي وراه مصلحة. والجنسي؟ الجنسي ده بقى حكايته حكاية. الإيد تمسك الإيد، والخد على الخد، و فين بقيت الأدباء؟ أدباء إيه؟ تعالى. يا ابني إيه؟ ده أنت طلعت أستاذ كبير، تلاقيك مقطع السمكة وتقلع. يا ريتني كنت تلميذة عندك في المدرسة. محمود، قمت ليه؟ محمود محمود.
جلوس. الأستاذ محمود عبد الستار غايب النهارده وأنا حدلكوا الحصة بداله. طلعوا كتب القواعد. أدخل. صباح الخير. صباح الخير. إيه؟ أنت مش رايح المدرسة ولا إيه؟ أنت ما نمتش؟ في حاجة مضايقاك؟ لا أبدا. لا إزاي؟ ده باين عليك أهو. قولي في إيه؟ ولا حاجة. أستاذ محمود، إذا كنت قصدي يعني إذا كنت عايز حاجة، معذور في حاجة، أنا سدادة، أنا معايا 50 جنيه وإسورة دهب تحت أمرك. كتر خيرك. أستاذ محمود، صدقني أنا بتكلم جد، بقولها من قلبي بجد. أنا متأكد إنك بتقوليها جد ومن قلبك. أنت حنينة أوي على واحد. أموت ولا أشوفك زعلان. عن إذنك أنا أشوف مين. صباح الخير. صباح النور. أنا اتصلت بمحمود في المدرسة، قالوا لي في الحصة. اتصلت بمحمود في المدرسة؟ أيوه. يا سلام. اتصلت بيه تاني قال لي ضروري أقابلك، فأخدت بعضي وجيت على هنا. اسمحي لي بقى بفنجان قهوة مدور زي اللي شربته امبارح وعمر نافوخي. ده الأستاذ طلعت يا أستاذ محمود. قولي له اتفضل. حاضر. الله، هو هنا؟ لا راح مدرسة ولا دخل حصة. خس. أعمل لك القهوة؟ يا ريت. خليها سادة من غير بن عشان مكبوس شوية. فتحت يا حلو. قولي فين؟ كنت عند الهانم المحترمة صاحبة الصون والعفاف أنجي هانم. أبوي، فوصلت للأعتاب السنية؟ يا سعدك يا ولد عمي. دي مسخرة وقلة حياة. بقى هو ده المجتمع الراجل؟ ده المجتمع اللي عاش على وش المية. مجتمع ابن كيفه، ابن مزاجه، مجتمع يخطف ويجري. قولي ولا تخبيش يا زين، كيف تم الوصال ومتى وفين؟ وصال ايه وهبطنيه؟ ده انت عجلك شط بعيد قوي. مش بقول لك صعيدي؟ يا محمود فتح بقى، عملة براني. ما عادش حد يعترف بيها. كان انجي ولا نرجس ولا لواحظ ولا مديحة. انت بتقارن مديحة بانجي؟ كله نفس الشيء، كله عايم على وش المي. يا راجل اتق الله. طب جرب بنفسك عشان تصدق. ادخل مع اي واحده من دول في دول غرام، شوف هتعمل معاك ايه. وابقى تعالى قول لي. يعني ما حدش سمع لكم صوت النهارده، ايه في ايه؟ اصل عامل لها امتحان كده. ربنا يوفقها يا ابني. Thank you.
كويس كويس جدا. سامري خلاص. كويس كويس جدا. البركة فيك يا أستاذ محمود. البركة فيك انتي، البركة فيكي. انتي انتي نجحتي في أصعب امتحان. جننتي؟ سافر معاه لوحدك؟ لا طبعا، عازمني أنا وعمتي عندهم في العزبة. هو عنده عزبة؟ في بلدهم يعني. سيبك منه، ده احنا موضبين حتة الدين شلة على أجازة نص السنة تجنن. ما أقدرش. ليه بقى؟ بحبه. يبقى مالكيش ماشي معايا. ليه يا نرجس؟ ما دام هتحبيه يبقى خلاص. وده يمنع؟ حب القلب حاجة ونفس حاجة. إيه؟ عجبتك؟ أوي. خديها يا حياة، ولما ترجعي من العزبة نبقى نتحاسب. الحمد لله على السلامة يا محمود. ألف الحمد لله على السلامة يا ضمايل. أهلا يا أخي. يا جماعة اتفضلي يا مديحة. شرفت البلد يا حاج. أهلا سلامات يا رب. اهلا محمود، الحمد لله على السلامة يا ابني. اهلا يا ضمايا، اهلا ازيك يا ام. الله يسلمك. يا اهل بلد، احب اعرفكم بضيوف الحاجة امينة عامة العريسة مديحة تلميذ. ضيفوني في مصر واكرموني، وكانوا هناك اهلي. دعيتهم لبلدي عشان اعرفهم باهلي واهل بلدي، ونكرمهم كلنا زي ما هم اكرموني. يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا لما كنت اروح عزبتنا في الفيوم ما طقش اقعد يوم واحد. انتوا عندكم عزبه في الفيوم؟ دي بتاعت بابي. مامي عزبتها بقى في المنصوره. يا ريت بابي يشتري لي عزبه هنا. ودي بقى هتبقى بتاعتك مش كده؟ طبعا. قولي لي يا فاطمه، انت تقربي لمحمود؟ لا. امال عايشه معاهم ليه؟ بعد اهلي ما ماتوا الحاج ابو محمود هو اللي رباني. طب احكي لي شويه عن محمود. من ناحيه ايه؟ حياته كان عايش ازاي؟ نفسي اعرف كل حاجة عنه. تهمك قوي حياته؟ ودي تزعلك في ايه يا فاطمة؟ وانا هزعل ليه يا مديحة؟ وعرفت عنها كل حاجة. عرفت عايشة ازاي؟ ووالدها ووالدتها عايشين ازاي؟ ولقيت نفسي مسؤول عنها. ويعني حبيتها يا ولدي. ايوه يا ابوي. وناوي اخطبها واتولاها لحد ما تتخرج. بس فاطمة، يعني كان غرضي ان فاطمة تملى علينا الدار. فاطمة زي اختي يا ابوي، مديحة حاجة تانية. ايه قلت يا ابوي؟ والله يا ابني الجول جولك يا ولدي. استاذ محمود، عايزين نوضب الشنط عشان مسافرين الصبح بدري. يلا يا مديحة. انتوا زهقتوا مننا ولا ايه؟ يا خبر يا حاج، ده احنا يزيدنا شرف. ربنا يديم المعروف. طب اتفضلوا اتفضلوا. فاطمة فاطمة. ايوه يا محمود.
انا شفتك بتتكلمي مع مديحة. ايوه. طيب انا عايز اخد رأي فاطمة طالبة الاداب في مديحة تلميذة الثانوي. انت لازمتيها 10 ايام، ايه رأيك فيها؟ والله يا محمود مش عارفة اقول لك ايه، بس انا عارف اللي هتقوليه. مديحة بنت كويسة ومهدبة ولطيفة ومن عيلة كويسة وحلوة قوي. انا هقول لك على خبر يفرحك، انا نويت اخطبها. الف مبروك يا محمود. عقبالك يا فاطمة. ازيك يا لواح؟ استاذ محمود، استاذ محمود، استاذ محمود، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ده انت وحشتنا قوي 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 قوي. والله انت وحشتنا اكتر. البيت كان ضلمه من غير. البيت منور بصحابك. منور بوجودك. تسلم يا ست الكل. اما اطلع الحاجات من السبت لحسن تخسر. المشال تديه هيعجبك قوي. دوجي عمايل امي. دوجي دوجي. الله، تسلم ايديك يا حاج ام محمود. ام محمود دي بركه كبيره قوي قوي. ربنا يخليها لك وتفرح بيك قريب ان شاء الله. صحيح خطبت؟ تقريبا. من الصعيد؟ لا من مصر. دي بقى جبنه قديمه لكن ايه، زبده. دوجي دوجي. مبروك الخطوبه. الله يبارك فيك. وال الفرح، الفرح بقى في اجازه اخر السنه. حلوه. قمر تلميذه عندي في المدرسه. عن اذنك اما اروح اوضب هدومي. عن اذنك. وحياة النبي، كتابك ضرب الرقم القياسي انطبع 4 مرات يا بوي. تعياله. ها قول لي عملت ايه وسويت ايه في البلد؟ هقول لك على خبر يفرحك قوي. ها انا نويت اتجوز. ازغرد. الف مبروك ليك والفاطمة. ما هياش فاطمة. امال مين؟ مديحة. مديحة؟ ليه يا محمود؟ اتجننت؟ انت نسيت عرفتها ازاي وفين؟ كونها غلطت مره ده مش معناه انها معناها انك هتروح في داهيه. اسالني انا، مع اللي زي دول اخطف واجري، غير كده تبقى مغفل. لا ده انت زودتها جوه يا طلعت. طب هتقول ايه لاهل البلد؟ هتقول ايه لابوك وامك؟ هتقول لهم اتجوزت واحده من عيد ميلاد؟ احنا صعايده يا محمود، واهم حاجه عندنا الشرف، وانا لا يمكن اوافق على حاجه زي دي. اسمع يا طلعت، ما تزودهاش. ان كان لك نصيحه احتفظ بها لنفسك، انا مش محتاج للنصيحه لا منك ولا من غيرك. سلام عليكم. محمود. يا خسارة يا محمود. مش هتتفضل شوية؟ لا يا دوبك اروح اغير هدوم. طب باي باي. مديحة. ايوه. النهاردة الخميس وبكرة الجمعة اجازة. ايه رأيك لو اعزمك انت وعمتك على مسرح ونتعشى سوا الليلة؟ النهاردة مش ممكن. ليه وراكي حاجة؟ اصل النهاردة الخميس وفرصة عشان اسهر شوية، قصدي اذاكر. طيب مادام الحكاية فيها مذاكرة بقى يبقى خلاص نخليها فرصة تانية. باي باي. مع السلامة. انا كنت ناوي ما اكلمكش. ولا انا عايز اشوف خليتك. باه.
امال جاي بيتي ليه؟ ده مالك يا اخي؟ يا شو صح؟ اخوي 3 ايام ما شفتوش. مش يمكن يكون حصل له حاجه؟ مات؟ قلبك عليا جوا يا اخي. قلبي على ولد انفطر وقلب ابني عليا حجر. عجب بيه ولا علي؟ طب اديني سجاره. يا راجل 3 ايام احنا مش اصطلحنا. يعني كنا اتخانقنا. انا جايب لك خبر يفرحك قوي. تذاكر الدعوه اتوزعت. دعوه ايه؟ حفله تكريمك. امتى؟ بعد بكره يا بوي. بعد بكره هايله دي. شد حيلك بقى يا عم واتحف قراءك بمواضيع جديده. والله طلعت دماغي فاضيه خالص ما فيها حاجه ابدا. فاضيه؟ عايز تملاها مواضيع؟ تعالى معايا عشان تكتب وتشوف. فين؟ حفلة زار. زار؟ يا بلدينا اتعلم بقى. زار بلا زار، حفلة بلا حفلة، مناسبة بلا مناسبة. هي كده. هما بيسموها حفلة زار. ده ظرف الزمالك مش في ابو حماد. انتشي يا بوي. دي مش زهر، دي هي طلعت. دي مسخره وقلة حي. زار منظار في المطار، أي فار دلوقتي بيسموه زار، فاهم حاجة؟ لا ولا أنا؟ أوبا أرماي سابت أنت بس بتاعي. ما تقوم بس تعالي تعالي تمشي بقى قولي تعالي. ما حدش يعرف يفقر معاك غيري. أصل أنا واد فقري وعجبك قوي. أموت في الفقر. تعالي. الله يا فقري. يلا يا طولي. الله 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 الله. زار ده زارو قلت حية. امشي من هنا بسرعة، امشي من هنا بسرعة أرجوك. سكتي قلتلك. سكتي. أنت مجنون تخش علينا ناس. مش استنى بقى. غرلوش رجلك. هدوء هدوء. تعال تعال
مدرس وفي مدرسة بنات كمان. طب اتفضلوا دلوقتي ولما نحتاج لكم هنبعت لكم. اتفضلوا. تعال انت هو البطاقات. يلا بلاش لكعة. يلا. بقى هي الحكاية كده؟ هي دي الدنيا؟ كذب كذب. زي ما في كذب في صدق. فين؟ في مديحه؟ في نرجس؟ ولا في انجي؟ فاطمه اختك واختي هناك في ابو حماد. اما اللي زي مديحه ونرجس وانجي وغيرها 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 دول محسوبين علينا غلط. دول مملكه لوحديهم. مملكه من غير عمده. طب والشرف؟ والاخلاق؟ والمبادئ؟ عشان كده عملنا الحفلة دي نكرم بيها الأستاذ محمود عبد الستار مؤلف رواية رنين الحب. في الحقيقة أنا كنت معارض في الأصل في نشر رواية محمود، لكن النجاح الكبير اللي حققه الكتاب عند القراء وإعادة طبعه عدة مرات خلاني أراجع نفسي وأراجع كمان أفكاري وأفكار محمود. لقيت إن محمود دخل بأفكاره جوه كل الناس. لنفسك. أصل كلمتك جاية من برج عالي، كله مثالية، أفلاطونية، الناس النهاردة بتاكل في بعض، بتطلع فوق كتاب بعض، كل واحد همه يخطف ويجري. كل اللي كتبته كان غلط، كل اللي فكرت فيه وحلمت بيه كان غلط. الواقع شيء مختلف عن الاحلام. اوعى تصدق كلمه واحده من اللي انا كتبتها. مفيش حاجه اسمها حب، مفيش حاجه اسمها صدق، مفيش حاجه اسمها شرف، حتى الغلط مفيش حاجه اسمها غلط. للاسف كل الناس دلوقتي بتخطف، بتخطف الشرف، بتخطف الكرامه، بتخطف السعاده، بتخطف منك اعز شيء تملكه الكبرياء. كله دلوقتي بيخطف ويجري، كله بيخطف ويهرب، بيخطف ويجري. اخطف واجري. اخطف 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 واجري. قدمك الدار اخطف 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 واجري. اخطف 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 واجري. قدمك الدار اخطف 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 واجري. وما تندمش ولا تزعلش. وما تندم ولا تزعل. اللي بيزعل عمره بيجري بيجري بيجري. اخطف 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 اخطف, اخطف واجري. اخطف قد ما تقدر. اخطف 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 واجري. اخطف 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 واجري. اخطف قد ما تقدر. اخطف 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 واجري. احنا في عصر الزحمة يا قلبي. اجري واوعى تهدي. احنا في عصر الزحمة والدي. اجري وسابق واوعى تهدي. جاتلك فرصة جاتلك فرصة جاتلك فرصة. اخطفها وعدي قبل الناس ما تاخدها وتجري تجري. اخطف 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 واجري. اخطف قد
نفسك بس وغيرها ما فيش، خد من الدنيا ولا تديش، نفسك بس وغيرها ما فيش، من غير كده ما انتش حتعيش، حتدوسك الدنيا وتجري وتجري وتجري، اخطف 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 واجري، انت هتقدر اخطف 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 واجري، اخطف 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 واجري، اخطف انت ما تقدر اخطف 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 واجري. بص كويس شوف حواليك مين في الدنيا قلبه عليك، بص 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 كويس ما تشوف حواليك مين في الدنيا قلبه عليك، بص 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 كل الناس لو طالوا عنك لو طالوا عنك ياخدوها، كل الناس لو طالوا عنك لو طالوا عنك ياخدوها ياخدوها، وعمرك ما هتجري ما هتجري، اخطف 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 واجري، قد ما تقدر اخطف 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 واجري، اخطف 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 واجري، اخطف قد ما تقدر اخطف 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 واجري، اخطف. زي غير من الناس؟ لا انت مش زيهم، التانيين دول انا بالنسبة لهم مجرد جسد، جسم ميت، وهم زي الكلاب بينهشوا فيه، لكن انت انا ايه؟ مش قد المهام؟ ولا علشان على قد حالي هتفعلك زي ما بيدفعولك؟ مش كل حاجة عندكم بالتمن؟ الفلوس ايه؟ خدي كل اللي انت عايزاه، كل اللي عايزاه. لا انا عايزك انت زي ما انت، عايزة محمود، مش عايزة اشوف في عينك نفس النظرة اللي بشوفها في عيون كل الناس اللي حواليا، انا معاك بحس ان انا نضيفة، ما تحرمنيش من الاحساس ده. كدابة، كلكم كدابين، الشرف والنظافة كلام بيتقال على لسان بس مش من قلوبكم، وفي الاخر كلكم بتقلعوا. لا اضربني اقتلني، لكن انت لا، انت لا لا، لو ما كنتش حرمة كنت قتلتك. محمود طلعت، نرجس اتصلت بيا من نيابة، مديحة انتحرت ونقلوها القصر العين. انا لسه مديحة حالتها ازاي؟ ربنا يستر، حالتها خطر قوي. انت جاي هنا ليه؟ عاوز تخلص عليها ولا جاي تتقبل العزا؟ البنت بتموت، مديحة خلاص راحت، وانت السبب، حرام عليك، مالكش اخوات، روح يا شيخ، منك لله منك لله منك لله. هتغيب كتير في البلد؟ مش عارف، يمكن
ممكن اقعد على طول. انا عرفت قوي يا طلعت. لا يا محمود، ما تبنيش حكمك على الغلط وما تظلمش كل الناس. قصدك ايه؟ قصدي ان دي دنيا يا ابو حنفي، فيها الوحش وفيها الكويس، فيها اللي يندب بعواطفه ويغرق، فيها اللي يدوس على عواطفه وبرضه يغرق. يعني مفيش فايدة؟ مفيش حل؟ الحل هنا، ربنا ادالنا ده عشان نميز بيه ونوازن بيه ونعرف الصح من الغلط. صح يا ولد عمي. صح. اشوف وشك بخير. على فكرة يا محمود، انت لازم ترجع اول الشهر اللي جاي. ليه بس طلع؟ عيد ميلادي؟ كل سنة وانا طيب. مفيش داعي اجيب فراخ معاك، الجمعية مليانة. تاني.